بعد الفوز الثمين كما أشرنا على الأهلي، يأتي منتشيا معلقا للأمام اليوم بقلب السماء. والخليج مع الحضيري خطوات وثبات وانتعاش للأداء، نتمنى أن نمتع وأن نقدم صوت وصورة ونكون في التعليق منصفين للضيف والمضيف. قيادة وطنية لناصر الحضيري بينما تشكيلة الأخضر، وهناك التغيير والتحوير. هذه كرة خضراوية وسنتحدث عن طاقم التحكيمي. هذه كرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد كمال بن عيد بهدف أول وهدف وحيد عن طريق أحمد سعد. تعود الكرة من جديد، حكم هذه المباراة وهو يعمل كمستشار قانوني، وهذه الكرة لمصلحة الخليج داخل منطقة الجزاء. وأجدي في الإبعاد في مرة أولى، تعود من جديد الجعفري، تلعب الكرة أمادو، تعود الكرة من جديد كمال بن عيد، كمال بالخطأ في مرة أولى، الزياني في مرة ثانية لمصلحة الأخضر، تصلح بالكرة إلى أمام، تلعب إلى الأمام، كمال بن عيد فوق الرؤوس داخل منطقة الجزاء، مرة بردا وسلاما على مرمى بن عيد. يلعب كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء في مرة أولى الدفاع، هجمة أيضا، وهذه هجمة للخليج على الناحية اليسرى خطيرة للخليج، علي رزق ممتازة الكرة. خليج دقة وإنجاز، أسامي تأتي وتذهب وتبقى، رحلة البحث عن الهدف بجدية للخليج والمحافظة للأخضر. وهذه كرة الشامخ في مرة ثانية، تعود من جديد حسن عباس في انطلاقة، حسن مرة أولى ثانية، التسديد إلى حويلات أو فوني سميدة يلعب كرة إلى الأمام في انطلاقة سعد بن عيد، ياسين الشيخ، يلا يا شيخ. هالزياني لقاء الأسبوع السابع أيام من المسابقة المحلية، الأخضر الخليج، وهذه كرة لمصلحة الخليج، تبني الكرة وطيب الشبة يقطع الكرة ويبني هجمة، لوكا يلعب كرة إلى الأمام، لوكا يا ولد أريد أن أستمتع بهذا الهدف، لاحظ معي أوه يا لوكا، من أين لك كل هذا يا لوكا؟ سدد الكرة وشاهد بعيون مفتوحة نحو المرمى. كمال بن عيد تقدم، وغلطة الشاطر بهدف لوكا. الأهداف للدوري ديبي بل أفضله، يعني النظرة. ياسين الشيخ، يلا يا شيخ، التسديد من الشيخ، مرت بردا وسلام. وفي هذه الأثناء متتبعين عشاق ليبيا الرياضية و دبليو تي في